هو فوجئ بأنه ساعة ما دخل المستشفى جاءت معاه تلفزيون المصري، كان أمير عبد العظيم الأستاذة والزميلة الجميلة أمير عبد العظيم عملت حوار بديع معاه. تحب تحيي الناس من بره بس أنت أحمد يعني شاحب وهدومك وسعت عليه، قال لا لا أنا بحب الناس، وبالتالي خرج ففوجئ بحشد من الناس بره المستشفى. الحاجة التانية لما جيت بقول للأستاذ هيكل، الأستاذ هيكل هو أنت مش مكلمك اتصلتش بأحمد زكي؟ قال لي والله اسأل جيهان سكرتيرتي أنا تعبت إزاي في المستشفى عشان أوصل للتليفون، مفيش فايدة مشغولة، وهيئة البريد خصصت عربية لنقل الجوابات اللي جاية لأحمد زكي على عنوان المستشفى. من أجمل القصص بقى قصة إنسانية مرعبة جدا، واحد جه من الصعيد وشاف الدكتور ياسر عبد القادر، قال له انت اللي بتعالج احمد زكي؟ قال له ايوه. قال له انا عايز اتبرع لاحمد زكي بالكليه بتاعتي. قال له بس احمد زكي مش مريض كلى. قال له بقول لك ايه، انا قدامك اخد اللي انت عايزه. يعني حاجه غريبه جدا يعني قال له خد اللي انت عايزه. يعني طب اللي حضرتك بتقوله ده اكيد مؤثر جدا، بس المؤثر اكتر انه ازاي احمد زكي يعني ده من واحنا صغيرين عارفين انه هو بالنسبه لنا مش بس ممثل عظيم، ده هو وجهه عظيمه. يعني الفيلم اللي كان يبقى فيه لما كان يتعرض في التلفزيون او لما كبرنا شويه وبقينا بنروح السينما، ده احمد زكي هو ما كانش شايف ده اللي كان ده. انا يعني بحكي لك وقائع حاجه اتذكر ايضا انه المشاهد اللي انا افتكرتها والحقيقه انا سر احتفظت بيه بالخمس سنين زي ما اتفقنا، هو انه جات له ماجده الرومي. جات ماجده الرومي وكنت انا وهي وهو ربنا يديها طولة العمر الحبيبه العظيمه ماجده، وهي جت واتقابلنا في الكافتيريا بتاعت المستشفى، وطلب احمد زكي انه الخبر يعني نكتم عليه، ولكن قلت له طب خمس سنين؟ قال لي خمس سنين زي ما حكي كلمه خمس سنين دي يعني يعني خمس سنين بعد رحيله من حق يعني اباحه الانشر. المهم يعني كان نوع من الهزار يعني. كانت ماجده الرومي الحقيقه في شاحبه جدا لانه كان عندها ازمه صعبه جدا. كان في فيلم بينهم هما الاثنين هيتعمل كان اسمه قصه حب. الفيلم كان متاخد من فيلم بودي جارد ولكن بتحوير اخر. كان الفيلم اللي كتبه في الحقيقه بوظه وبالتالي مشروع فيلم ما كانش لسه مكتمل يعني. لا هو كان عايزين يدخلوا فكره الارهاب فيه. يعني انها مهدده بالارهاب مش مهدده بالمهدده. فالفيلم اخذ منحى اخر، فقد الجزء المهم الانساني اللي كان متوقع انه يتم يعني.